في ظل الحديث عن الملف الاقتصادي أعزائي المشاهدين، هناك خبر وربما قد يكون سبق للبرنامج وبحسب مصادر مطلعة، لنقل أن هذه المصادر هي الهداهد الخاصة بالبرنامج، قالت أن مسؤولا كبيرا في الملف الاقتصادي الشرعي ذهب وبيعاز من السعودية إلى صنعاء لإنجاز بعض المسائل أو اللمسات الأخيرة على التفاوض الاقتصادي، الذي كان قد قال أيضا محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين أن الخلاصة النهائية للحوار مع السعودية أنه ربما بات في المرحلة الأخيرة، ربما هو يقصد هذه النقطة. هذا الرجل هو عثمان الحدي، وهو نائب رئيس الفريق الاقتصادي، وكان قد غادر. هذا هو، هذا صورته عثمان الحدي، هذه صورته، وهو رجل من وجهة نظري مثير وغامض، وربما يحتاج الكثير من التركيز على دوره الذي يبدو أنه مخفيا أكثر مما هو ظاهرا، وهو أكثر أهمية في الملف الاقتصادي وربما حتى في الجانب الشرعي المتصل بالسعودية، وربما يعطى أدوار كبيرة من قبل السعودية لا نعلم لها، لا نعلم بها نحن كيمنيين، ولا تظهر أيضا في وسائل الإعلام، لكن سنسلط الضوء قليلا على هذه الشخصية وعلى الأدوار التي يقوم بها وعلى أيضا ذهابه إلى العاصمة صنعاء. الهداهد قالت أن هذا الرجل غادر من مطار جدة في السعودية مباشرة إلى مطار صنعاء قبل عيد الأضحى ولا يزال في العاصمة صنعاء حتى اليوم. جاءت الزيارة، زيارة الحدي بحسب المصادر أو الهداهد، بناء على طلب من السفير السعودي محمد الجابر لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية مع الحوثيين. المصدر أكد أن الحدي لم يبلغ مجلس القيادة الرئاسي ولا الحكومة بهذه الزيارة، وأنه عندما تم التواصل معه من المجلس الرئاسي قال بأنه في زيارة خاصة لأقاربه بصنعاء، وأنه لا يفاوض رسميا عن الحكومة الشرعية ولا على المجلس القيادة الرئاسي، باعتبار أنهم لم يكلفونه أيضا بهذه المسألة، لكن من وجهة نظري قد يكون مكلفا من قبل السعوديين لاستكمال بعض اللمسات أو بعض المسائل التي يحاور بها السعوديين مع الشرعية، ومن ثم الاتفاق على هذه المسألة سيتم إخراجها، وستطلب السعودية من الشرعية الحضور، ومن ثم يتم إخراج هذه المسألة. لكن دعونا إذا نتوقف عند هذا الرجل عثمان الحدي. الحدي هو أحد أبرز المسؤولين حاليا في الملف الاقتصادي، حيث يشغل منصب نائب الرئيس رئيس الفريق الاقتصادي، وهو الفريق الذي تم تشكيله ضمن قرار نقل السلطة من الرئيس عبد الرب منصور هادي وتشكيل المجلس الرئاسي في إبريل 2022، ويبدو أنه فرض من قبل السعوديين. الحدي كذلك أيضا عضو الفريق الاقتصادي في قرار نقل السلطة برئاسة حسام الشرقبي، وانتخب نائبا لرئيس الفريق. كان يشغل منصب رئيس قسم الموارد البشرية في شركة بن لادن القابضة، وهي شركة شاملة تشمل أكثر من 200 شركة صغيرة تنضم في مجالها. لدى الحدي توفيض من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبإعاز من السفير الجابر، وبيده وعبره تمر كل مشاريع الدعم والإعمار السعودي للحكومة اليمنية والنقاشات المتعلقة بالملف الاقتصادي. يبدو أنه هو ممثل السعوديين فيما يتعلق بالدعم السعودي لليمن، وبالتالي هو أهم شخصية يمنية يثق بها السعوديون في الجانب الاقتصادي. هل نرى استئنافا للمسار الاقتصادي في المستقبل، أم ربما هذه الجولة ستمضي في الجانب الإنساني ومن ثم سيحضر مرة أخرى لجلسة مفاوضات أخرى يتم فيها الحديث عن الجانب الاقتصادي؟ الجانب الاقتصادي هو معقد بطبيعة الحال.